من كان في عافية فليلزم هذه العافية لتبقى على الأصل، فلو وطئت شيئا رطبا بليل فلا تتفقده ولا تشمه، ويكره أن يقصد الإنسان ذلك. ولذا عمر رضي الله عنه لما كان يسير مع صاحب له فأصابهما شيء من الماء، فقال صاحب عمر: أماؤك نجس أم طهور؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا تخبرنا يا صاحب الميزان. فهنا لا يسأل، لكن لو أن صاحب الميزان أو صاحب الماء علم أن ماءه نجس فيجب عليه أن يخبر، وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة.